بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف لواحد جوان من كل سنة، قامت جمعية مبادرة التضامن الاجتماعي المكتب الولائي ببويرة بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية لولاية بويرة وجمعية من بومرداس احتفالا بمسرح بفرقة بهلوانية ترفيهية أدت نشاط ترفيهي لفائدة الأطفال. تحية خالصة وعيد سعيد لأطفال غزة وأطفال فلسطين بيومهم العالمي. عيد الطفولة عيد عالمي يحتفل به جميع أطفال العالم ليستمتعوا بطفولتهم وليعبروا عن فرحتهم، فأسسنا هذه الحفلة من أجل جميع أطفال العالم. المكتبة العامة الرئيسية لولاية البويرة اليوم تشرفنا بقدومكم ودرنا شعر عن الطفولة باش نبينوا بلي عيد الطفولة مهم لكل طفل صغير. نعطي تحية خاصة لأطفال الجزائر وأطفال فلسطين خاصة، وإن شاء الله تنعاد علينا هذه المناسبة بصحة وعافية.